بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 39، ونستأنف مع الأسئلة الخاصة بالقصة التي ذكرنا والمتعلقة بموسائل سوسيير دي شاتو نوار. نتطرق لبعض الأسئلة التي يمكن أن تطرح. مثلا يطرح السؤال التالي: Que représente le dessin؟ ماذا يمثل الرسم؟ الرسم الذي أمامنا ماذا يمثل؟ ماذا يمثل هذا الرسم؟ في الجواب نقول مثلا: Le dessin représente un jeune homme, Moussa, armé d'une épée face à un monstre. إذن le dessin représente un jeune homme, Moussa, armé d'une épée face à un monstre. الرسم يمثل رجلا شابا الذي يسمى موسى أغمي. أغمي يعني أنه مسلح. نتكلم على الوظيف أغمي يعني سلاحة. هنا نتكلم على موسى هو أغمي يعني أنه هو مسلح. دوني بي فاس أ مونستر، إذن هو مسلح بسيف. فاس يعني في مواجهة، كما لو نقول فاس يعني في مواجهة أ مونستر، في مواجهة شبه. لو ديسان ريبريزونت أن جون نوم موسى أغمي دوني بي فاس أ مونستر. الرسم يمثل شابا يسمى موسى مسلح بسيف في مواجهة شبح. ثم السؤال الآخر: Quelle indication fournit le titre؟ أي توضيح وأي إشارة فورني؟ لغة فورنير يعني مونة. المقصود هنا يعطي. أي إشارة أو أي توضيح يعطي لو تيتر يعني العنوان. طبعا العنوان اللي عندنا موسى إلى سورسيير دو شاتو نوار. أشنو اللي تذكرنا به هذا العنوان؟ بمعنى آخر، بمجرد رؤية هذا العنوان بماذا يذكرنا؟ السؤال اللي عندنا هنا: Quelle indication fournit le titre؟ إذن الجواب: Le titre indique que le texte est extrait d'un conte sorcière Château Noir. إذن لو تيتر أنديك، إذن العنوان يدل كو لو تكست بأن النص إتكستخي. عندنا هنا لو فيرب إكستخير، سي لو فيرب إكستخير يعني أنك تستخلص شيئا، تستخرج شيئا، تقتبس شيئا. إذا نتكلم عن لو فيرب إكستخير. ومن كلمة لإكستخي، ومن كلمة لإكستخي المقصود بها خلاصة أو مقطع مأخوذ من كتاب، وممكن أن تعني نسخة من، إذن لو تيتر أنديك كو لو تكست إتكستخي دان كونت سورسيير شاتو نوار. إذن العنوان يدل بأن النص، يدل على أن النص إتكستخي دان كونت، يعني أنه مأخوذ من رواية أو من حكاية، والذي عنوانها يتراوح بين سورسيير شاتو نوار، يعني نتكلم عن الساحرة ثم الحصن الأسود. السؤال الآخر: دو اتيغي سو تكست، من أين أخذ هذا النص؟ دو اتيغي سو تكست، من أين أخذ هذا النص؟ في الجواب: لو بيي دوريجين دو سوريسي إي لو ماروك. إذن بلد أصل هاد القصة هو المغرب. كوم لانديك لي ريفيرونس دو تكست، كما تدل، المقصود كما تدل عليه لي ريفيرونس، طبعا المراجع دو تكست، مراجع النص الموجودة طبعا في أسفل النص. إذن لو بي دوريجين، إذن بلد الأصل، المقصود البلد الأصلي لهذا النص دو سوريسي لهاد القصة إلو ماروك، هو المغرب. كوم لانديك لي ريفيرونس دو تكست، كما تدل عليه مراجع النص. إذن كما نرى في أسفل النص: دابخي إيماجينير دو جون ماروكان، حسب إيماجينير دو جون ماروكان. إذن كما نقول حسب إيماجينير، طبعا إيماجينير هذه تجي كوصف تعني خيالي أو وهمي، نتكلم عن الإيماجيناسيون.
إذن الوهم أو الخيال، إذن دابخ إيماجينير، إذن حاسبة إيماجينير. إذن مثلا نتكلم عن مجلة تسمى بهذا الشكل مثلا، أو موقع يسمى بهذا الشكل. إذا نتكلم عن إيماجينير دي جون ماروكا، إذا نتكلم عن خيالي للشاب المغربي، كما لو نتكلم عن الشباب المغربي. ثم عندنا سي ا دي ا بي بي، سي ا دي ا بي بي كما نرى، هذا اختصار للعبارة سنتر أكاديميك دو دوكيمونتاسيون أنيماسيون إي برودكسيون بيداغوجيك. سنتر أكاديميك كما لو نتكلم عن المركز الأكاديمي دو دوكيمونتاسيون للتوثيق أنيماسيون، كما نتكلم عن نشاط أو أنشطة، إي برودكسيون بيداغوجيك. ثم إنتاج بيداغوجي. ثم نتكلم عن أكاديمي بن مسيك سيدي عثمان كازابلانكا 1999. ثم نجيب عن أسئلة النص. ثم نجيب عن أسئلة النص. Je comprends d'après le titre du texte et l'illustration de quel genre de récit s'agit-il. D'après le titre du texte et l'illustration de quel genre de récit s'agit-il. إذن حسب عنوان النص ثم حسب الصورة عن أي نوعين من القصص يتعلق الأمر. إذن بأي نوعين من القصص يتعلق الأمر. De quel genre de récit s'agit-il. De quel genre de récit s'agit-il. بأي نوع من الرواية يتعلق الأمر. De quel genre de récit s'agit-il. إذن في الجواب ce récit est un conte. Comme l'indique le dessin, avec son animal monstrueux, les chauves-souris, l'étoile d'araignée. Et le titre qui mentionne une sorcière et un château. Ce récit est un conte. Ce récit est un conte. إذن هاد الحكاية هي من نوع كما لو نقول رواية. Comme l'indique le dessin, كما يدل على ذلك الرسم, avec son animal monstrueux. يعني بحيوانه مونستخيو كما نقول الشبحي، لي شوف سوري الخفافيش، لي طوال داغيني طبعا كما نرى على الرسم هناك خيوط العنكبوت، اي لو تيتخ ثم العنوان كي مونسيون الذي يدل او يشير الى اون سورسيير اي ان شاتو، يشير الى ساحره وحصن. إذن كل هذه الدلائل تدل على أن هذه الحكاية كما نقول بأنها رواية. طبعا التعريف باللغة الفرنسية سيكون أوضح لدى المسألة. إذن سنعرف لو غيسي ثم نعرف لو كونت لنرى الفرق بين المصطلحين. إذن مثلا لو غيسي، إذن كمثال نتكلم عن لانتخيغ التي تعني دسيسة أو مغامرة غرامية. إذا نتكلم عن لو غيسي إت أون فورم ليتيرير، إذا هي واحد الشكل أدبي كونسيستون، يعني أنها تتعلق أو تتمثل في أون لا ميز دون زان أوردر أربيتخيغ، إت أون فورم ليتيرير. إذا نتكلم عن شكل أدبي، نتكلم عن شكل كونسيستون، يعني أنه يتمثل في أون لا ميز، يعني في وضع دون زان اوردر اربيتخير، يتمثل في وضع في ترتيب اربيتخير كما نقول ارتجالي او اعتباطي، يعني انك تدير واحد الترتيب ماشي بالضروره يكون مدروس سبيسيفيك، ثم انه متخصص دي في دون استوار متعلق بواحد احداث قصه. ملي تنتكلموا على لو غيسي تنتكلموا على الترتيب ديال مكونات القصه الذي ياتي بترتيب اعتباطي. مثلا pour une même histoire les nefs القصه différents récits sont donc possibles، عده روايات هم اذا ممكنين، اذا ممكن انه تكون عندنا لنفس القصه عدة روايات، كل واحد تيروي لك بطريقة. هاد الطريقة اللي تيروي بها كل شخص هاد القصة هي اللي تنسميوها لو غيسي. إذا نتكلم على إن فورم ليتيرير، إذا نتكلم عن شكل أدبي كونسيستون أون لا ميز
dans un ordre arbitraire. إذن يتمثل في وضعي في ترتيب في الوضع في ترتيب arbitraire اعتباطي specific دافي متعلق بواحد الأحداث d'une histoire لقصة كما قلنا pour une même histoire. Différents récits sont donc possibles. لنفس القصة روايات مختلفة هي ممكنة. ممكن أن تكون عندنا عدة روايات لنفس القصة كل يحكيها بطريقته. الآن نرى كلمة لو كونت. كلمة لو كونت المقصود بها غيسي دوفي. نتكلم عن غيسي دوفي، إذن رواية أحداث، واحد الأحداث وقعت بالتتابع بالتسلسل، شخص ما سيحكيها. إذن نتكلم عن غيسي دوفي، إذن رواية أحداث دافونتور إيماجينير. إذن ولكن هنا عندنا فيما يخص لو كونت نتكلم عن رواية أحداث دافونتور، غيسي دوفي دافونتور إيماجينير. غيسي دوفي نتكلم عن رواية أحداث ولكن ماشي بالصح، دافونتور إيماجينير. إذن هي للمغامرة ولكن إيماجينير، أنها خيالية، أنها وهمية. إذن هنا نتكلم عن لو كونت. إذن لو كونت هي فاش تروي واحد القصة ديال واحد المغامرة ولكن هي فقط إيماجينير. إذن نتكلم عن لو كونت. إذن هي رواية. الرواية من حيث الأصل أو الحكاية ممكن أنها تحكي أمورا حقيقية وممكن أنها تحكي أمورا خيالية كما عندنا هنا. عندما تحكي أمورا خيالية كما عندنا هنا نسميها لو كونت. إذن لو كونت غيسي دوفي دافونتور إيماجينير ديستيني. إذن هي موجهة. إذن نتكلم على ديستيناسيون يعني الوجهة، وجهة القطار، وجهة الطائرة. إذن ديستيني، إذن هذه القصة هي موجهة أيضا أديستخير، هي موجهة فقط للتسلية وللهو. هذا الأصل ديال لو كونت. إذن نتكلم عن لي كونت دو بيرو، إذن نتكلم عن قصص خيالية لهذا الشخص. إذن نتكلم هنا عن قصص خيالية. إذن من أي نوعين هذه القصة؟ هي من نوع قصة خيالية، إذن نسميها لو كونت. إذن عند السؤال دابخي لو تيتخ دو تكست اي ليلوستراسيون دو كيل جون دو ريسي ساجيتيل، إذن في الجواب ماذا نقول؟ إذن نقول سو ريسي اي تان كونت كوم لانديك لو ديسان افيك سون انيمال مونستخيو. إذن هادو كلهم تدلوا على أن القصة خيالية. لي شوف سوري لي طوال داريني اي لو تيتخ كي مونسيون اون سورسيير اي ان شاتو. ثم في السؤال الاخر كيل لو باي دوريجين دو سو ريسي، ما هو البلد الاصل لهاد الروايه كما عندنا هنا. اذا كيل لو باي دوريجين دو سو ريسي، كيل لو باي دوريجين دو سو ريسي، اذا ما هو البلد الاصلي لهاد الروايه. لو باي دوريجين دو سو ريسي اي لو ماروك كوم لانديك لي ريفيرونس دو تيكست، كوم لانديك لي ريفيرونس دو تيكست. لو باي دوريجين دو سو ريسي اي لو ماروك كوم لانديك لي ريفيرونس دو تيكست. اذا البلد الاصلي لهذه الروايه هو المغرب كما تدل على ذلك المراجع. قبل النهايه اقف هنا وادلي بملاحظه، بعضهم يقول لي رومانسي سون دي مونتور، سون دي مونتور، لي رومانسي سون دي مونتور. اذا القصصيون هم كذابه، الروائيون كذابه، الذين يؤلفون الروايات هم يكذبون في الحقيقة. Ils finissent par prendre leur mensonge pour la réalité. Ils finissent par prendre leur mensonge pour la réalité. يعني أنهم ينتهون بأخذ كذبهم، يعني أنهم ينتهون بأخذ كذبهم كحقيقة. في البداية تعرف بأن الرواية هي فقط مؤلفة، في البداية تعرف بأن الرواية هي فقط مؤلفة، لكن في النهاية البعض يتخذها كحقيقة. Les romanciers sont des menteurs. Ils finissent par prendre leur mensonge pour la réalité. الروائيون كذبة ينتهون بأخذ كذبهم كحقيقة. نستكمل الأسئلة الباقية في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.